أخبار اليوم نشرة الأخبار. أهلا بكم. السيسي: الجيش يعمل على حل مشكلة الأسعار الشهر الحالي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مشكلة الأسعار لم تغب عنه طوال الفترة الماضية، وعدنا الشعب المصري بخفض الأسعار بشكل مناسب نهاية الشهر الحالي. وأشار الرئيس إلى أن تكلفة مشروعات الطاقة الجديدة في مصر بلغت نحو 150 مليار جنيه. وتحدث الرئيس عن مشكلة الغاز الطبيعي في مصر قائلا: لن تكون هناك مشكلة في الغاز لأي مصنع في مصر. وحذر الرئيس من خطورة وجود انقسام بين ثورتي 25 من يناير و30 من يونيو، مؤكدا على أهمية دور الإعلام في تحقيق الاستفاف الوطني وبث الأمل في نفوس المواطنين والتوعية بأهمية وحدة الصف الوطني. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن شبكة الطرق القومية التي يجرى تنفيذها حاليا تبلغ تكلفتها 50 مليار جنيه، وتم الانتهاء من نحو 90% من المرحلة الأولى منها. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا عاجلا بشأن تطوير العشوائية. ترأس رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اجتماعا بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد بمقر الهيئة العامة للاستثمار. يأتي الاجتماع في إطار حرص رئيس الوزراء على تطوير العشوائيات والمناطق الخطرة وتطوير منطقة المنيل القديمة. العثور على 187 جثمانا بالطائرة المنقوبة واستمرار البحث عن بقايا الحطام. وصلت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في حادث سقوط وتحطم الطائرة الروسية المنقوبة بمنطقة شمال سيناء، والتي كشفت عن استخراج 187 جثمانا مكتملة حتى الآن. جاء ذلك إلى جانب مجموعة من أشلاء الجثث التي تم سحب عينات منها لإجراء تحاليل وفحوص الحمض النووي منها DNA للتعرف عليها بعد مضاهتها مع أقاربهم وزويهم الذين وصلوا إلى مصر للتعرف على أقاربهم الذين قضوا في الحادث الأليم. العليا للانتخابات: 3 نوفمبر بدء حملة الدعاية للمرحلة الثانية. أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس بدء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 نوفمبر بإعلان كشوف النهائية للمرشحين. النائب العام يصدر قرارا بحظر التواجد في محل حادث الطائرة الروسية. أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا باعتبار النطاق المكاني الذي يتواجد فيه حطام الطائرة المنكوبة هو محل لتحقيقات النيابة العامة، وتضمن القرار حظر التواجد في المكان أو إجراء أي تدخلات أو رفع أي أجزاء منه إلا عقب انتهاء أعمال معاينات النيابة العامة واللجان الفنية المنتدبة ضمانا لسلامة التحقيقات وصدور تصريح بذلك من النيابة العامة. وإلى نشرة الأحوال الجوية. طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على القاهرة غدا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الاثنين على شمال وشرق البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء ومدن القناة والوجه البحرية. أما عن الطقس المتوقع بالنسبة لدرجات الحرارة فهو لطيف على السواحل الشمالية معتدل على القاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ومائل للبرودة ليلا،
والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الأنحاء وعلى السويس والبحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، مضطرب وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 3.5 أمتار، والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.